نروح لموضوع ثاني شغل بال كثير اثناء الحجر المنزلي، وخصوصا اللي متعودين يروحون الجيم وفجاه انه جلسوا في البيت بدون ادوات واجهزه رياضيه. فعلا احنا يمكن تحدثنا كثير عن التمارين المنزليه ولكن بدون ادوات، لكن البعض حاب انه هو يقتني اجهزه رياضيه وما يكتفي بالتمارين فقط. ولما نجي نشتري جهاز اونلاين يمكن تبادر لاذهاننا كثير اسئله، اجاباتها طبعا مع ضيفنا المدرب اللياقه البدنيه منظر عفيفه. يمكن هاني كثير الاجهزه يعني تخدعنا في البدايه، نقول والله هذا شويه ارخص، هذا شويه اصغر، هذا بتحكم فيه، بس في الحقيقه انه احنا ما نكون فاهمين فعلا كيف نشتري الجهاز. فعلا، وكثير من الناس يمكن يتحمس انه هو يشتري جهاز غير ملائم له. صح. او غير هو جاهز له. صح. ويمكن ايضا نوع الجهاز اللي نشتريه، من وين نشتريه الان، خصوصا مع يعني وضع كورونا انه حتى الطلبات صارت تتاخر. يعني الشيء اللي كان مثلا ياخذ ممكن اسبوع الان ممكن يعني اندبل، ممكن ياخذ اسبوعين. والله انا جهزتي حطتها في المخزن، بس قلت قبل امس قلت انا بجيب الاجهزه ان شاء الله ذا الاسبوع في الويكند، قلت لازم ذا الاجهزه تطلع لان الوضع. عندك مكان او شيء؟ عندي بحط شوي في غرفه. كم جهاز ما شاء الله؟ عندي جهازين ما شاء الله. يعني صراحه طقت روحي وانا جالسه في ذا البيت لا اتحرك ولا شيء، جسمي صار يوجعني يعني انه فعلا تتحرك غير الطبخ ولا التنظيف ولا ذا. فعلا الانسان انه لازم الرياضه. سبحان الله، الرياضه يعني زائد انه هي اثارها الايجابيه على الجسم، زائد انه هي طلع شوية طاقة. وأنا صراحة كنت أروح الجيم يعني كل يوم قبل الحجر وكنت أتمرن، فشوية الحين أهملت نفسي، ما ودي أنه الواحد كذا خلاص. لا لا، الإنسان يستمر. وإحنا إن شاء الله يعني معنا مدرب اللياقة البدنية مضر عفيفة. صباح الخير كابتن، أهلا وسهلا. صباحك. صباح الخير هاني، صباح الخير هدى، حياك الله. مضر، في البدايه لما نجي يعني احنا نفكر نشتري جهاز رياضي، كيف نحدد هدفنا من الجهاز ونعرف الجهاز المناسب لنا حسب هذا الهدف او حسب المهمه اللي احنا نبيها؟ هلا اول شيء انا لما بدي اجي اشتري جهاز رياضي لازم احدد انا شو بدي. حلو. انا لارفع وزني، انا لحافظ لكتلتي العضليه، او اني نزل وزني، او احافظ لرشاقتي، فهذا الشيء بيعتمد على شو انا بدي. فانا لارفع وزني انا لازمني بارات ودامبلز، انا لنزل وزني بيلزمني ادوات مثل الكارديو، مثل التريدميل، اوربت تراك، البايسيكل، يعني في كثير شغلات عندي. تمام. ويمكن في مواصفات كثيره احنا ما نقدر ننتبه لها، فحابه اعرف ايش المواصفات اللي لازم ننتبه لها، المعلومات مثلا السعر، الوزن اللي يتحمله هذا الجهاز الى اخره. هلا اول شيء انا بدي اطلع فيه على ضمانه، على ضمان الجهاز، إذا أنا في عندي كفالة لإله وقد إيه مدة الكفالة. ثاني شيء السعر هو بيحدده المال الموجود أنا معي. مو كل العالم فيها تجيب أجهزة، ومو كل العالم ما فيها توقف الرياضة، فهذا الشيء بيعتمد علي أنا على ضمان الجهاز. وأنا طبعاً لما بشتري جهاز دائماً بيكون في عندي مقارنات. أيوة. لأنه أنا دائماً بالسوق في عندي كثير أوبشنز إني أنا أجيب نفس الجهاز بسعر عادي، اختلاف في الاساسيات او الكماليات اللي بتجي مع الجهاز. طيب مضر، يعني عاده الشخص لما يجي يشتري يقول ابي مثلا ابي بسعر زين منخفض، لانه بالنهايه مؤقت، وانا يعني الموضوع الرياضه في المنزل يعني هي مؤقته الان، ممكن بعد ما ترجع الحياه لطبيعتها الانسان يرجع للجيم. فمساله السعر والجوده، كيف كل ما كان السعر مثلا ممكن قليل ممكن الجوده تكون منخفضه؟ هلا السعر بيعتمد هلا طبعا نحن حكينا انه السعر بيعتمد علي انا لما احدد الجهاز اللي بدي اياه. طبعا انا لما لازم اعمل سيرش كثير كبير على الجهاز على شو انا بيلزمني، مثل ما حكينا انا بيلزمني لارفع او لنزل وزني. طبعا انا لما احدد الجهاز هون انا بصير في عندي مقارنات، انا في عندي خيارات كثيره بالسوق، في عندي دائما لما افتح اونلاين انا بلاقي اسعار منافسه. وطبعا دائما بتطلع مثل ما حكينا على الضمان، على الكفاله، ودائما بتطلع على تعليقات المشترين السابقين. صح. يعني دائما بيكونوا حاطين تعليق انه هذا الجهاز ممتاز، او هذا الجهاز عمل معي مشاكل بعد فتره معينه. فطبعا كل شيء انا لازم اعمل فيه مقارنه وابحث فيه كثير منيح، لانه هذا الجهاز رح يفيدني ويفيد الاشخاص اللي انا عايشين معي بهذا البيت. نعم صحيح. طيب مضر، لو ما عندنا مساحه كبيره في البيت لانه تاخذ اجهزه كثيره، ايش الجهاز اللي تنصح فيه؟ وهل في شروط معينه لمكان الجهاز، التهويه، طبيعه المكان اللي هو فيه؟ هلا اول شيء انا اذا ما عندي مساحه في البيت انا ما بنصح بشراء ولا اي جهاز. ليش؟
لأنه أنا دائما لما بدي أشتري جهاز أنا ما بيهمني بس مساحة الجهاز، أنا بيهمني المساحة اللي حوالين الجهاز، أنا لازم يكون في عندي تهوية صحيحة، أتحرك برياحة. أنا هلأ إذا بدي أشتغل بمكتب صغير ححس حالي ستريس، ماني عارفان حالي أشتغل، فأنا دائما لازم يكون في حوالي مساحة هواء نظيف لحتى أنا مارس الرياضة، خصوصا لأنه أنا بدي يصير في عندي سرعة بدقات القلب، بدي يصير في عندي ارتفاع بدرجات الحرارة، فأنا لازم تكون شوي مرتاح أكثر وأنا عم مارس الرياضة. فأنا ما بنصح بأي جهاز، فينا نجيب شغلات بسيطة مثل دامبل، حبل مطاطي، بار، كرة كرة مطاطية، فعندي كثير خيارات. صحيح، يعطيك ألف عافية. ويمكن صار الحين يوتيوب هاني يعلمك كثير أشياء ممكن تسويها، أو حتى بعض الأكاونتات لبعض المدربين أنه تقدر تسويها بأقل التكاليف وبأقل الأشياء. وأيضا في استعراض من خلال يوتيوب على كثير من الأجهزة، الإنسان قبل يعني يشتري الجهاز ممكن يقرأ التعليقات ويشوف الأنسب له.